أهلا بكم. في اليوم 29 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل الاشتباكات في عدة مدن، وقد سمع دوي انفجارات واشتباكات من الجهة الشمالية الغربية بالعاصمة الأوكرانية كييف. وتحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن نقل روسيا معدات وقوات إلى بيلاروسيا والقرم لمهاجمة العاصمة. ومع تواصل المعارك قرب العاصمة، ذكرت البنتاغون أن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية بعد أن تقهقر على تخوم العاصمة كييف. قتل 4 أشخاص في الأقل وأصيب 6 بجروح من جراء قصف روسي على مناطق شرقي أوكرانيا حسب ما أعلن حاكم منطقة لوغانسك. القوات الروسية أعلنت سيطرتها على مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا، ونفت القوات الأوكرانية ذلك وأكدت أنها تحتفظ بمواقعها الدفاعية في المدينة. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.